السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. وبهذا الفيديو ان شاء الله راح نجرب هاي اللعبة الجديدة اللي نزلت، اسمها بلود سترايك. بلود سترايك هي اسمها تقريبا. طبعا شباب، لعبة بالبداية شوف انت تحسها لعبة حاسبة مو لعبة موبايل، وبنفس الوقت تشتغل على الاجهزة الضعيفة. طبعا شباب اشتركوا بقناتي وانطوني لايك وفعلوا جرس الاشعارات، لايكات شباب وشاركوا المقاطع ويا اي واحد اجهزه هذا ضعيف. وهذا شوف قدامكم شباب، هاي الواجهه مال اللعبه، تشوفون هاي الواجهه مال اللعبه، يعني الصراحه لعبه كلش حلوه. هاي هنا أنا مثلا تقريبا مثلا فوت على الصناديق، تشوفون هيك الصناديق، يعني هاي صندوق، هذا اسلحه، يعني تشوفون احنا هذا مو موضوع، احنا موضوعنا اللعب. هذا شوفوا قدامكم اكو خرائط، وهاي شباب شوفوا قدامكم ذني خرائط. طبعا هاي لعبه جديده نزلت شباب، اعيد واكرر اسمها بلود سترايك. احنا ايش راح نسوي شباب؟ راح نفوت قتال المعركه الملكيه مصنف. خلينا ندوس دخول وندخل. تم المطابقه، شفتوا شوف ساعه دخل الدخول هيك صاير. طبعا يعني الصراحه عجبتني اللعبه اني. شوفوا قدامكم شباب، تختارون شخصيات، مو شخصيه واحده، تشوفون بيها مهارات، يعني كل شخصيه لها مهاره، كل شخصية لها مهارة، يعني ماكو شيء تختار كلكم نفس الشيء، لا، تختار هاي الشخصية لك مهارة خاصة لك فقط، تختار هاي الشخصية مهارة خاصة لك فقط، يعني بالتيم اقصد، يعني تقريبا هيك بس واحد يقدر يختار، ما اعرف، ولكن يعني مثلا خلينا نختار هذا الاحمر، او نختار هذا الجايف، لا نختار نختار هذا، لا هذا الاسود، اي هذا نختار هذا الاسود. دوس تأكيد، وهاي قدامكم شباب. الصوت شوي عالي. هاي على بالك لعبة وارزون. حلوة الطيارة، حلوة والله شباب. هالحركة مال الطيارة حلوة، عجبتني. كل حلوة، بس خلينا نلقانا منطقة، صراحة ما أعرف في المنطقة. الجودة زينة. أحلى من وارزون موبايل الحين الصراحة يعني. حلو. شوفوا النزول قد حلو شباب، تشوفون؟ مستحيل. نزول لعبة نفس، لا لا عشاق يعني. حالياً نزلنا شباب، بس ما أعرف أكون منظور شخص ثالث. ثواني هاي نزلنا من مسدس احنا، دا يقلدون لعبة فارزون. حطوا ببالكم هاي مال المسدس الحركة. حلوة. شوفوا حلوة والله حركة، ما تشوفون. خلينا نجرب المواجهة شلون صايرة بيها. طبعا شباب سويت اعدادات، مثل ما شفتوا المستوى مالتي مستوى واحد. الصراحة شوي تشوفون الجودة حلوة، يعني مثل بوبجي موبايل، يعني كجودة يعني، ولعبة جديدة يعني. ها شنو هذا؟ خلينا ندوس على هذا الشخص. ها هذا ينطي دم، هذا الشخصية اللي اختاريتها بها دم ما دم يعني. حلو. هذا حلو انفور، شو يسمونه؟ سكار. ها هنا هاي شباب، هاي العلامة تبدل الأسلحة. لا لا هجم هجم عليه واحد. هو اني بوت وحيد يجيبون عليه. طبعا شباب ايضا احب اقول لكم شغله، لا تقولوا لي لعبه ما بيها بوتات، يعني اي لعبه ما بيها بوتات اكرهها اني. احلى شيء البوتات والله بدون شخه، لازم مثلا بيها 50 بوت 40 بوت، يعني كلكم حقيقي كل حقيقيين يصير مو حلوه، كلها مواجهات. لازم يصير مثل لعبه بوبجي بوتات اكو، هاي لازم يعني اللعبه صراحه. لا والله بس هاي شقني الشقتين هذا المال الاعدادات، والله العظيم الاعدادات. هاي وينها؟ تخصيص، واخر هاي هنا نحطه. وين حطه؟ حطه هنا. هي اصلا شيء مو حلو، ليش حاطي؟ خو بنانا بدي من نفسي. والله حلوه المشيه، تشوفون الشباب حلوه المشيه، يعني لعبه اسطوريه الصراحه كمشي. شوفون شوف هاي الحركه حلوه، بس هاي دائما تصير. كم دقيقه تصير؟ ها تروح وترجع. خلينا نشوف هاي السياره، نجرب السياره شباب. خلينا نجرب السياره هاي. حلو، هاي هامر، هاي هامر. نجرب نمشي، طبعا راح نجرب نمشي. الصوت مزعج. حلوة هاي صوت الطوط. خلينا نمشي لقدام شوية يا شباب. نستكشف هاي المنطقة. طبعا شباب حطوا ببالكم والله العظيم هذا أول تجربة وياكم، يعني داخل الجيم.
داخل الجيم، حتى تعرفون انه اني من اصور مقطع وما قطع بيه وهالسوالف، لين شنو دا اجرب وياكم يعني، مو شرح او مثلا جيم بلاي هاي، لا انا دا اجرب وياكم اللعبه اللي انا دا استكشف وياكم. حتى الناس اللي ينزلوها او ينزلوها، شنو السياره هاي؟ نفس السياره اللي عندي، لا شلون هاي قناص؟ خلينا نجرب نضرب طلقه بالقناص. تا مسكوب مو قوي. هذا واحد مستحيل، شفتو قتلته؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ها شنو الاحتراف؟ مستحيل مستحيل قتلته، بس والله دمجني شباب. هذا مو بوت، هذا حقيقي، على بالي بوت. انا لو ادري حقيقي ما كان مضرب. هيلينج بيكن ديبلويد. دم 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 يصير فول. خلينا نبوش، احلى شيء تطفي الكهرباء. خلينا نبوش هنا. أنا شنو هذا السلاح؟ خلينا ناخذ السلاح، وناخذ هذا السلاح الثاني تجربه. خلينا نجرب هذا السلاح شباب، خلينا نجربه. حلو هذا السلاح، والله حلو. شباب والله حلوه، بيها ونسه يعني. يس بس يعني بعدها لين الا تشتهر يلا الصراحه. يعني حتى هي حلوه اذا ما تجيب مشاهدات، او مثلا ما تجيب ناس تستقطب عراقيين عرب وهسه، فصير مو حلوه حتى لو حلوه. هذاك واحد يمي. لا نزح لقيت. قتلته. ما دمجني اصلا. لا 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 لا. حلو، هذا بوت. خلينا نلوت. خلينا نبوش جو هاي منطقة، هاي الزون اللي وراي. خلينا نشوف الخارطة شلون صايرة. الصراحة الخارطة ما بيها أسامي إنجليزية. وطبعا شباب اكو شغله ما عجبتني باللعبه، انه ما اقدر اسمي اسامي عربيه. يعني هذا له شوي تطوير بهالسالفه يعني. يعني شنو هذا اسمي نفسي ساس. خلينا نبوش من هاي الطرف. الحشيش شوي مو حلو شباب، لان ليش مو كله حشيش؟ ليش انا فراغ؟ ما عجبتني. وين اكو شجره من الشارع؟ الله شباب شوفوا الزوم، خلينا نشوف الزوم شلون صاير شكله. تعالوا خلينا نشوف الزوم شلون صاير شكله. الحركة حلوة شباب مال المشي، بس خلينا نشوف شغلة عود قبل من ينتهي هذا المقطع. نروح نشوف هل اكو منظور شخص ثالث بو عزون. خلينا نتقرب يمه نشوف شلون يتدمج. هاي السيارة اقدر اركبها؟ لا. خلينا ندمج. لا 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 لا، هذا الزون يدمج. حلو، عندي قنبلة شباب، خلينا نجرب هاي القنبلة شلون تصير. هاي دخانية يمكن؟ هي دخانية، لا والله هاي نارية ولا شنو؟ خلينا نجرب ندمج نفسنا بيها. خلينا نشوف هاي القنبلة نجربها. بقول لكم خلينا نجرب على واحد، شنو نجربها بالقاع. تعالوا. ماكو ناس، ماكو. قتلت حاليا قاتل 41 واحد، مو؟ لا قاتل 5، شنو 41؟ شنو هالشيء؟ هيلينج بيكن ديبلويد. هاي دودة دودة لازم افتحها، حتى اذا ما دم يفوت. خرب بيتكم تعبت. هاي السيارة مجعوصة لو شنو؟ هذا هنجر.
بس الصراحة شباب يعني أنا أكو شي بقلبي، يعني إذا أحس إن لعبة ببجي موبايل باقية ضحك واحد جاي من هاي الجهة. لا والله من وراي. كلهم يخافون مني. Using a bandage. ان شاء الله الحلو مو حلوه انه اكو صوت اقدر الغي. ثواني عناصر التحكم حساسيه اقدر الغي الصوت. الصراحه خلينا نعود بغير مقطع حتى احس ما اعرف انا الغي الصوت من اسوي باندج وهالسوالف. هاي شنو هنا شباب؟ هنا اكو شيء دا ياشر لي بالخارطه عليه. اكو شيء دا ياشر عليه بالخارطه. هاي اكو صناديق. حلو. هاي شنو هذا؟ ما اعرف الصراحة شنو. جيت بقى بالزوم ما بقى شي شباب. المقطع صار 11 دقيقة زين يعني كتجربة أولية. هذا واحد. خلينا نجرب تجربة يصير أطير؟ طبعا خلينا أقتل أول شي. هذا واحد على بالي هو. هنشوف اقدر اطير؟ لا والله عبالي افتح مظلة مثل بورزون. ها شنو هاي؟ طلب مركبة. عرض موقع العدو. خلينا نشوف طلب مركبة. Requesting vehicle support purchase. شلون يصير هاي طلب مركبة؟ Requesting vehicle support purchase. ما اعرف جاي يصير بس يصير اقدر اطلب طيارة اقدر اطلب شيء لاني يعني هاي درون درون اكشف اماكن العدو. Taking hit. Enemy hit. Squad ابلع ذبسس. ما ارحم اني ابد معروف اني اصلا. هاي اكو شي بيخيط راك شي ماكو. هذا واحد لو شنو غلطان اني. سبحان الله شباب ما متعود العب يعني الصراحه يعني صار هواي ترى صار 3 سنوات هسه يدي تلعب. حلو خلينا نتقدم بخوة قدام اثنين. طبعا شباب ينتهي المقطع ونشوف اكو منظور شخص ثالث بس ينتهي جيم ثاني. حلو بقى واحد. لا فزت. حلو السالفة فزت هاي أول جيم فزت بيه. خلينا نروح نشوف اكو منظور شخص ثالث. بس كافي كافي. طبعا هذا شباب هذا اسمه الإضيفة اسمه SAS 2002. لا أحد يضيفني. خلينا نشوف اكو بس كافي كافي خلينا نشوف هاي ينهي المقطع نعاستي. كافي جمع جمع كافي رجوع الى ردها كافي ود الخره كافي. خلينا نشوف اكو منظور الشخص الثالث. ثواني هاي بس لا ما بيه منظور الشخص الثالث.
يمكن ما بينظر الشوط الثالث، يمكن ثواني خلينا نركز بعد اكثر. والله ماكو، يمكن ماكو، هاي السالفة مو حلوة. طبعا شباب هي لعبة حلوة، يعني قبل ما انهي المقطع، اللعبة حلوة الصراحة يعني، ولكن منظور الشخص الثالث انا احبه، ما احب منظور الشخص الاول هاي الصراحة. هي بيها ونساء اي، واحلى من وارزون الصراحة يعني، احلى من لعبة وارزون موبايل اللي نزلت حاليا. ولكن يعني اذا منظور الشخص الثالث او لعبة وارزون موبايل بالايام القادمة شوية تحسنت من ناحية بعض الاشياء الاخطاء اللي عندها او موجودة حاليا، ان شاء الله تنجح هاي اللعبة. دقيقة، شلون تنجح هاي اللعبة وذيك تنجح؟ اقصد يعني لعبة وارزون تعدل نفسها، تصير احسن من عدها، ولكن حاليا هي احسن من وارزون. يعني كجودة، كحركات، كسلاسة احسن الصراحة يعني. ولكن يعني هي حلوة. لكن بنفس الوقت انه لعبة وارزون موبايل حماسها اقوى. عندك حماس اقوى والوعي اقوياء وبيها حماس اقوى من هاي. هاي شوية احسها مملة، لان يمكن ماكو ناس حاليا. طبعا شباب قبل نهاية المقطع اشتركوا بالقناة وانطوني لايك. السلام عليكم.